ضيوفنا الكرام، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة من أماسي مؤسسة الحوار الإنساني بلندن. وما نزال على يعني في وضع التباعد الاجتماعي وفي ظروف الحجر الصحي، لذلك أنتم تشوفونا على منصة زوم ننقلها من استوديوهات لندن تاكس في لندن، وضيفي راح يكون من ويلز من مدينة كارديف الدكتور عامر هاشم الصفار. أمسية اليوم أمسية في خضم هذه الظروف اللي نعيشها، في خضم هذه المعمعة اللي يعني اعتقدنا أنه اقتربنا من الحال اللي اقتربت من نهايتها، الجائحة أو الأزمة. توقعنا أنه مع بداية حملات التطعيم راح يكون الـ يعني كيرف المشكلة أو منحنى المشكلة باتجاه النهايات، لكن مع بداية حملات التطعيم مثل ما تعرفون حضراتكم ومثل ما متابعين ابتدت الموجة الجديدة، ما يسمى بالموجة الجديدة من الفيروس كورونا، و جيل جديد او تحورات يعني حصلت بالفيروس كوفيد 19 وسبب اصابات كبيره، خصوصا احنا في المملكه المتحده في بريطانيا. واحده من التحورات ظهرت عندنا في جنوب بريطانيا، جنوب لندن يعني او في لندن، وصارت اصابات كبيره جدا وفيات كبيره جدا. فطلبنا من الصديق والأستاذ الدكتور عامر هاشم الصفار أن نتحدث عن هذا الموضوع، وهو طبيب ومختص وبالخط الأول، ويكتب باستمرار ويتابع باستمرار وينشر الوعي على صفحته بال التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام. فأمسية اليوم هي بعنوان بعد مرور عام على وباء كورونا، هل من ضوء في نهاية النفق؟ وضيفنا مثل ما ذكرنا الدكتور عامر هاشم الصفار، يحاول أنه يسلط الضوء على أهم الإنجازات العلمية اللي حصلت خلال العام الماضي، يعني إحنا مر علينا أكثر من سنة تقريبا أو بحدود سنة في ظل الجائحة، وعلى المستوى الدولي شنو اللي حصل، يركز على الأعراض المرضية الكوفيد 19 وعلى ما يمكن أن تتركه من آثار على المدى الطويل. للتعريف بضيفنا على ما اعتدت عليه نقول دكتور عامر هاشم الصفار هو طبيب وصاحب قلم، كان قد تخرج من كلية الطب بجامعة بغداد عام 1981 وحصل على الدكتوراه في الطب من جامعة ويلز وكليتها الطبية عام 1993. أصبح الدكتور صفار زميلا لكلية الأطباء الملكية في لندن عام 2012، وأصدر 4 مجامع قصصية في الجانب الآخر، جانب الإبداعي يعني بالإضافة إلى الطبي. أصدر الدكتور عامر صفار 4 مجامع قصصية، كما أصدر مؤخرا كتاب الجديد المعنون شخصيات في حياتي، تناول فيه سيرة حياة ما يزيد على 60 شخصية علمية وثقافية عراقية وعربية وعالمية من الذين تأثر بهم ودرس على أيديهم. كما يعمل الصفار محاضرا في كلية الطب بجامعة كارديف، حيث كرمته الجامعة عدة مرات كونه من المتميزين في شؤون التعليم الطبي. نتمنى أن يكون وقت مفيد مع الدكتور عامر هاشم الصفار، والمايك حضرتك الجو لك دكتور عامر، ونحن كلنا أذان صاغية. تفضل. شكرا جزيلا أستاذ صادق، وأنا شاكر لهذه المقدمة للتقديم، وشاكر للحوار الإنساني لخدماتها التي تؤديها للمجتمع ولإتاحة الفرصة لي للحديث اليوم عن موضوع مهم وهو موضوع الكورونا. في حديثنا اليوم نحاول سوية أن نصل إلى استراتيجية للتعامل مع وباء الكورونا. طبعاً أعرف بنفسي أولاً من الناحية الطبية، أنا طبيب لخريج كلية الطب
طب في جامعة بغداد عام 1981، وحصلت على الدكتوراه في بريطانيا عام 1993، ثم أصبحت زميلا لكلية الأطباء الملكية في لندن. منذ سنة 1994 ومنذ حصولي على الدكتوراه عملت في الـ NHS أو في دائرة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، في المستشفيات وفي الباطنية وفي طب الشيوخ وفي مواضيع الالتهابات والفيروسات وغيرها، ورأيت وتعاملت مع آلاف المرضى في بريطانيا وفي النظام الطبي البريطاني. طبعا احنا مجموعة الأطباء العراقيين فقط للعلم تقريبا 6000 طبيب عراقي الأصل في بريطانيا، وأقول أن الوزير المسؤول في الدولة البريطانية اليوم، الوزير المسؤول عن اللقاحات والتلقيح، إنما هو السيد ناظم الزهاوي وهو عراقي الأصل أيضا. فإذا الموضوع مهم، نتحدث عن الكورونا، هذا الموضوع الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا في 11 آذار 2020. إذا في محاضرتي أحاول أن أصل إلى التعرف على المشكلة، أبعاد المشكلة، كيف نتعامل معها محليا وعالميا، وآفاق المستقبل واستراتيجية الخروج من هذا النفق سوية. ونحن أهل علم طبعا، أنا أحاول أن أنظر وأن أضع استراتيجية وأن أضع خطة. من يطبق هذه الخطة هو المسؤول، هو السياسي، هو الإداري، هو الوزير، هو المدير العام. أنا لست مسؤولا عن التطبيق، أنا مفكر ورجل علم أضع الخطط للمسؤول. إذا أبدأ بتعريف بسيط، أنه طبعا هذا الكورونا هو نوع من أنواع الفيروسات المعروفة. الكورونا معروف يسبب الفيروسات، يسبب النشلة المعروفة بالكومون كولد، وهذه أعراضها شائعة، وكل عام نحن نلقح في بريطانيا الآلاف المؤلفة من البشر ضد الإنفلونزا. ولكن ما يخص الكوفيد 19 وهو نوع من أنواع الكورونا فيروس، أنه هذا سريع الانتشار وانتشر سريعا وأصبح وباء. خرج من مدينة ووهان الصينية، خرج بعد أن انتقل من الحيوان إلى الإنسان، ثم رأوا الصينيون أنه ينتقل من إنسان إلى إنسان، فأخبر ولو متأخرين، الملاحظة من أمريكا أنه كانوا متأخرين في الموضوع، أخبروا منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية أيضا تأخرت في الحقيقة. هذا الموضوع نتحدث احنا عن الشهر الأول كانون ثاني 2020. منظمة الصحة العالمية تأخرت بعض الشيء، راقبت المسؤولين ورؤساء الوزراء، رؤساء الجمهوريات ظلوا يراقبون موضوع الكورونا الكوفيد 19 في الصين، وكأن الجميع يعتقدون، كانوا يعتقدون أن هذا فيروس محدد بالصين، سوف لا يخرج عن حدود الصين، ولكنه خرج. العالم قرية صغيرة، العالم يسافرون يذهبون ويأتون، فإذا به ينتقل إلى الدول الأوروبية وإلى الشرق الأوسط، إلى أمريكا، إلى كندا. وفي ذاك الوقت يوم 11 آذار منظمة الصحة العالمية 2020 قالت هذا وباء عالمي بدأ ينتشر. الآن أيها الأخوة والأخوات، عندنا 100 مليون إصابة بفيروس الكوفيد 19، عندنا 2 مليون حالة وفاة. هذه اليوم لو تفتح الموقع مع منظمة الصحة العالمية شوف 2 مليون حالة، 2,150,000 هذا الرقم. لماذا؟ لأن هذا الفيروس بدأ ينتقل بين شخص وآخر، وبدأ يذهب إلى كبار السن، يصيب كبار السن، يصيب المرضى بأمراض مزمنة، المريض بالسكري، المريض بالسرطان، المريض بأمراض القلب والأوعية الدموية، المريض بأمراض الكلى المزمنة، وما أكثر خطورة للإصابة بالكوفيد 19 المسنين. دور العجزة أصبحت مصيدة للبشر مع الأسف، لأنه في 2020 ليس هناك لقاح، ليس هناك طريقة للوقاية. إذن هذه هي البداية. طبعا الأوبئة في تاريخ الإنسانية، لماذا نتفائل؟ يعني أنا متفائل، العلماء يتفائلون، لأن طيلة عمر البشرية ومنذ قرن من الزمان، ارجع إلى 100 سنة للخلف، وقبل ذلك طبعا البشرية تعاملت مع الأوبئة، تعاملت مع الطاعون، تعاملت مع السل، تعاملت مع
الحصبة الألمانية تعاملت مع مواضيع الكوليرا، التهاب الكبد الفيروسي، أكو أمراض نتيجة الأوبئة البكتيرية الجرثومية وأوبئة نتيجة الفيروسات. إذن البشرية تتعامل مع الإيدز. هناك لقاحات في ذاك الوقت ولا زالت موجودة، نلقح اللقاح الثلاثي المعروف، شلل الأطفال، نلقح ضد الحصبة الألمانية. هذه اللقاحات نجحت، إذن البشرية استجابت، العلماء استجابوا لهذا التحدي، تحدي البيئة، تحدي الطبيعة، تحدي الجراثيم، تحدي الفيروسات. هذه حقيقة واضحة. لو حصلت الكوفيد 19 قبل 10 سنوات من الآن، تتوقعون كان عندنا هذه التقنية الجديدة للقاح؟ لا، لم تكن متوفرة قبل 10 سنوات. سنة 2000 لا توجد هذه التقنية التي وجدت، فأسرع العلماء والمختبرات إلى إنتاج هذا اللقاح الذي سنتكلم عنه. إذن أبعاد المشكلة هي أنه البشر أصيبوا، وعندما يتوفى هذا العدد الكبير، 2 مليون من البشر، 100 مليون إصابة، إذن تتوقع هناك مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية. إذن أبعاد المرض الاقتصادية، هناك الآن 8% من البطالة في بريطانيا وحدها، هناك الخسارات بالملايين والبلايين بالاقتصاد البريطاني. مثلا على سبيل المثال احنا نحن في بريطانيا، هناك التسرب للطلبة من المدارس، هناك إغلاق في المدارس، هناك إغلاق في المدن، هناك زيادة في حالات الكآبة وحالات الانتحار، تزويج البنات بعمر مبكر في الدول الفقيرة للفقر، للحالة الاقتصادية المتردية. إذن هناك مواضيع كثيرة نتجت عن هذا المرض، عن هذا الفيروس، وليس فقط هناك حالات تدخل إلى المستشفيات، وإنما هناك التبعات لهذا، تبعات اقتصادية وتبعات اجتماعية. تغيير في أساليب العمل، الآن الكل يفكر بأتمتة العمل، الطريق الذكاء الاصطناعي، الإنسان الآلي، الاعتماد على الآلة بدل الاعتماد على الإنسان. هناك تخوف من أن تصبح الدول الكبيرة العظمى الصناعية تصبح دولا فاشلة. جوردن براون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق صرح قبل يومين، قال أنا خائف على بريطانيا من أن تصبح دولة فاشلة حتى تسيطر على هذا الفيروس، حتى تسيطر على هذه النسبة الكبيرة. الفيروس أيها الأخوة والأخوات أصبح متوطن في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة تتكون من 4 مقاطعات، إنجلترا، اسكتلندا، ويلز، وإيرلندا الشمالية. الفيروس أحدث حتى مشاكل سياسية في بريطانيا، لأن هناك بعد البريكزيت هناك إصرار من الاسكتلنديين على الانفصال عن المملكة المتحدة. أيضا نتائج سياسية ليس فقط اقتصادية واجتماعية على حال الدول. إذن الوباء أثر أيضا على المرضى المصابين بأمراض مزمنة. مثلا أخذ مرضى السرطان، الآن نتيجة المستشفيات مليئة بمرضى الكوفيد 19، بمرضى الكورونا. الرعاية الطبية لمرضى السرطان قلت، انخفضت، بل وتدهورت. هناك ويتنج ليست، هناك قائمة انتظار على العمليات وقائمة انتظار على التشخيص كبيرة وتكبر يوما بعد يوم نتيجة الإصابات الكثيرة والدخول، ونتيجة ازدحام المستشفيات وازدحام الأطباء مشغولين بمعالجة مرضى الكورونا والكوفيد 19 وردهات الإنعاش، والأطباء بمختلف اختصاصاتهم. إذن هناك تبعات كثيرة. سواق الباصات في لندن أصبحوا يسوقون سيارات الإسعاف لتوصيل المرضى إلى المستشفيات. إذن هناك لابد من تعامل مع هذا المرض. أعراض المرض، 80% من الكورونا، من الكوفيد 19، من المصابين يكونون بلا أعراض معينة أو أعراض خفيفة بسيطة طفيفة. الأعراض تشتد على شخص واحد من بين 5. إذا أنت عندك احتمال 20% من هؤلاء المرضى تكون حالاتهم أصعب. الأقل من هذه النسبة من يحتاج دخول إلى المستشفى. وهنا
يسأل السائل لماذا فلان من الناس يدخل المستشفى والآخر لا يدخل المستشفى، لماذا فلان يصاب إصابة خفيفة والآخر يصاب إصابة بليغة أو قاسية عليه. هنا ندخل في عوامل العمر، العرق. لوحظ أن الأقليات، ونحن نتحدث الآن إحنا أغلبنا من الأقليات، المواطنين السود، المواطنين الملونين، الأقليات في العرق هم أكثر للإصابة، أكثر خطورة وتعرضا للإصابة واستعدادا للإصابة بفيروس الكوفيد 19 من غيرهم. لا تعرف الأسباب بالتفاصيل، ولكن قيل نتيجة الوضع الاجتماعي، نتيجة يعيشون في بيوت مزدحمة، نتيجة أنه أغلبهم موظفين في وظائف تجعلهم على اتصال مباشر مع مرضى الكورونا، الأطباء مثلا، سواق الباصات، الشرطة، أهل الخدمات الطوارئ. أغلب هناك أغلبية معينة في بين الأطباء، طبعا الأطباء في بريطانيا 90% من الأطباء الذين توفوا نتيجة الكوفيد 19 هم من الأقليات، 90، أكثر من 90%، وهي إحصائية موجودة. إذن انتشار المرض ينتشر كما قلت بين إنسان وآخر عن طريق الرذاذ، عن طريق الكلام، عن طريق السعال، عن طريق العطاس. ولذلك جاءت التوصية بالوقاية، الابتعاد الاجتماعي، الابتعاد لمدة مترين، لمسافة مترين، الابتعاد لمسافة مترين هذه مقصودة مدروسة. هناك الكثير من المختبرات من درست ليش مو متر، ليش مو متر ونص، لماذا مترين؟ هذه مدروسة. فجاء القرار العلمي أنه مترين تكفي، لا تلمس الأشياء الهارد القاسية، لا تلمس الأشياء كالمنضدة أو شيء آخر في المناطق اللي تذهب لها في الأسواق أو كذا، الترولي مثلاً، عربانة التسوق، إلا بعد ما تعقم إيدك. هذه لتقليل من انتقال الفيروس بين شخص وآخر. نظافة، غسل اليدين، وطلعت إعلانات كثيرة 20 ثانية بالأقل تغسل إيدك، مو على السريع وتروح تعتقد أن نظفت الأيدي، وهكذا. إضافة طبعاً إلى الكمامات، وهذا موضوع أخطأت، أنا في رأيي أخطأت الحكومة البريطانية به في البداية، وهذا السؤال سيظل يلاحق المسؤول في وزارة الصحة البريطانية، لأنه لم ينصحوا ولم يلزموا المواطن البريطاني به منذ العام الماضي. الآن هذا قبل كم شهر ظلوا الناس تجي 7-8 أشهر هم بدون كمامات. الكمامات الآن واجبة في الأسواق، أنت ما تقدر تذهب إلى سوبر ماركت بدون كمامات. وهناك بعض الناس من يعارض هذا، هناك مظاهرات قبل كم يوم أمام أحد الأسواق المركزية للاعتراض على الكمامات. الكمامات هي من حمت تايلاند وكوريا الجنوبية، وحمت سنغافورة، وحمت اليابان، لأن جنوب شرق آسيا الناس في هالدول هذه متعودين منذ السارز اللي ب 2002 و2003 على لبس الكمامات، أخذوا دروس طبعاً. إضافة للدرس البليغ وهو إغلاق الحدود وإغلاق المدن، أنت تغلق المدينة بمعنى تنصح الناس في البقاء في البيوت لتعطي نفسك فسحة من الوقت للتعامل مع هذا الفيروس، لأن احنا قلنا الفيروس ينتقل بين شخص وآخر، فإذا لا يوجد هذا الآخر انتهت هذه الدورة بين الفيروس بين شخص وشخص، قتلتها، انتهت، سيطرت عليها. ولكن إذا تطلع والناس واجتماعات وقعدات والبارك ومجموعة من البشر يقعدون سوية، أصبح مجال رحب للفيروس بأن ينتقل بين الناس. فإذا الإغلاق، إغلاق المدن مهم ولو لفترة محددة، يكشفها العلماء بمدى الإصابات في هذه المدينة. أنت تغلق مثلا لندن وتشوف ورا أسبوعين، لأن فترة حضانة الفيروس في جسم الإنسان هي أسبوعين. إذا أصبت اليوم بالفيروس لا سمح الله تتوقع بعد 10 أيام، الأفريج متوسط 5 أيام تطلع الأعراض، ولكن نعطيها 10 أيام إلى أسبوعين، إذا ما طلعت الأعراض أنت ما مصاب، أو قد تكون مصاب ولكن أعراض ما ظهرت عليك، تكون عندك مناعة جيدة في جسمك بحيث قاومت هذا الفيروس ما طلعت الأعراض، وهكذا. إذن إغلاق المدن لمدة أسبوعين مهم
جدا، واحد من سبل الصحة العامة، غسل اليدين، التباعد الاجتماعي، الكمامات، إغلاق المدن وإغلاق الحدود للدولة، هذه كلها مبادئ الصحة العامة، public health arrangements. هذه قبل ما تروح إلى اللقاحات، وقبل ما تروح إلى العلاجات، وقبل ما نتكلم عن مواضيع الدكساميثازون وغيرها والعلاج بالأكسجين والتنفس الاصطناعي والفنتيليشن والصرف هذا الرهيب اللي صرفت الدولة على الصحة. إذن كيف نتعامل؟ ما العمل أمام هذه المشكلة؟ الأعراض الأولية أقول نبدأ من الأعراض المعروفة، الحمى، السعال الجاف، هذه الأعراض المعروفة للكوفيد 19، إضافة طبعا إلى فقدان حاستي الشم والتذوق. الآن الأخبار البارحة دراسة أثبتت أن السلالة الجديدة من فيروس الكورونا، أتطرق قريبا إلى هذا الموضوع، الأعراض تختلف. نعم هناك حمى وسعال جاف، ليس هناك فقدان لحاستي الشم والتذوق بالسلالة الجديدة. طبعا هناك الآلاف المؤلفة من الإصابات في بريطانيا بالسلالة البريطانية بين قوسين، نتطرق لهذا الموضوع. إذن ماذا تعمل في حالة هذه الإصابة؟ هناك الباراسيتامول، الأسبرين، فيتامين دي، السوائل، هذه قبل أن تصل إلى حالة أشد. احنا قلنا 80% الحالات البسيطة سهلة التعامل، لكن قد ننتهي ب 10% منها من المرضى الآخرين قد يحتاجون إلى العناية بالمستشفيات. متى؟ عندما تزداد الأعراض سوءا، عندما تبقى الحمى، عندما يبقى السعال كعرض مرضي على المريض، إضافة طبعا إلى ضيق التنفس وهو مهم جدا. لذلك بعض الأطباء العائلة في بريطانيا ينصحون بعض المرضى بأن يبتاعوا الجهاز الذي يسجل نسبة الأكسجين في الدم، البلس أوكسيميتر، حتى يقدر بعشر باونات من أمازون يشتري، يقدر يشيك يقيس مستوى الأكسجين في دمه، إذا نزل عن 92 يخابر الجي بي ونقله المستشفى، لأنه سيكون بحاجة إلى الأكسجين. بعض المواطنين يأخذون الأكسجين في البيوت. في العراق عندنا أصدقاء لا يذهبون إلى المستشفيات، يعني يعتبرون المستشفيات غير مؤهلة لعلاج مرضى الكورونا. مع الأسف هناك مستشفيات خاصة في كل العالم لمعالجة الكورونا، وكذلك في العراق هناك التمريض الخاص لمعالجة الكورونا، ولكن هذا ما يحصل. فإذا ما عندنا الإحصائيات الكاملة من المحافظات العراقية، ولكن الإحصائيات تطلع هنا في بريطانيا. اليوم الأعداد أيضا هائلة، من طبعا تقريبا 1700 حالة وفاة. الإحصائيات مهمة جدا لغرض وضع استراتيجية للحد من هذا الفيروس ومن انتشاره بين البشر. إضافة طبعا إلى ماذا نعمل، هناك الفحوصات والاختبارات. واحدة من الأخطاء، ونتعلم من الأخطاء، هذا مهم جدا، الاعتراف بالخطأ فضيلة، وأن تتعلم من الخطأ بعد أفضل ومهم. الفحوصات والاختبارات قصرت بها الحكومة البريطانية، الاختبارات ما كانت موجودة بالسرعة اللازمة. هذه الاختبارات القائمة على البي سي آر والأنتيجين وكشف الفيروس، الآن عندنا أشكال وألوان من اختبارات وفحوصات الكوفيد 19. عندنا الفحوصات القائمة على اللعاب، عندنا الفحوصات القائمة على الأنتيجين، عندنا اللترال فلو، عندنا الكثير من التفاصيل، وتعطيك النتائج خلال نصف ساعة، خلال ساعة، خلال ساعة ونص، خلال أقل من 24 ساعة بأي حال من الأحوال. طبعا ذكرت أن مواجهة المشكلة، تواجه هذه الأزمة وهي كوفيد كرايسيس، الآن الصحافة البريطانية كوفيد كرايسيس، تواجه هذه الأزمة بهذه الأساليب المعروفة في الصحة العامة التي ذكرتها، وتواجهها أيضا باللقاح. إذن واحدة من التطورات الكبيرة التي سببتها الكوفيد 19 أو سببها هذا الفيروس، هو هذا التطور الكبير
في التوصل إلى اللقاح الخاص بفيروس الكوفيد 19. الكوفيد 19 كفيروس، أنا لو عندي صورة أشوفكم هذا الفيروس، والآن المجاهر العظيمة الإلكترونية كشفت تراكيبه الجزيئية، تراكيب الفيروس الجزيئية الدقيقة، وهذا السبايك بروتين الموجود على سطح الفيروس، البروتين الشوكي أو النتوئي، النتوءات، هذا البروتين السبايك يذهب من الفيروس في سطح الفيروس ليلتصق بإنزيم في جسمك، في جسم الإنسان، موجود على خلايا الإنسان، اسمه ACE2 Angiotensin Converting Enzyme. هذا الإنزيم في جسم الإنسان موجود أكثر ما موجود في خلايا الجهاز التنفسي، ولذلك يشوف الفيروس قبل يروح على الرئتين والقصبات والجهاز التنفسي ويصيب الإنسان بما يصيبه من السعال ومن ضيق التنفس، ولكن هذا الإنزيم موجود في جميع أجهزة جسم الإنسان. ولذلك ترى أن الكوفيد 19 هو مرض جسمي عام، هو ليس مرض تنفسي فقط، قد يصيب القلب، قد يصيب الأوعية الدموية، قد يصيب الكليتين، قد يصيب الكبد، قد يصيب البنكرياس. وعلى هذا الأساس الاهتمام الكبير بالمضاعفات التي قد تنتج عن هذا المرض. إذن اللقاح كان هو الجواب، جواب البشرية لهذا التحدي الكبير. وكما ذكرت قبل قليل أنه قبل 10 سنوات كانت هذه التقنية التي توصلت بها أو من خلالها المختبرات الطبية إلى اللقاح كانت غير متوفرة. هذه التقنية مكنت العلماء من العزل الوراثي للأمارني لهذا السبايك بروتين ومحاربته ببروتين نفسه، بحيث هذا البروتين والأنتيجين يخلق أجسام مضادة في جسم الإنسان للبروتين، للسبايك بروتين نفسه. طبعا الرجل التركي الأصل شاهين الذي هو رئيس مع زوجته رئيس شركة البايونتك الألمانية التي اكتشفت اللقاح، لقاح فايزر، فايزر شركة أمريكية، هذا الرجل عنده شركة صغيرة هو وزوجته في ألمانيا، كان يشتغل على تشخيص السرطان من خلال التقنية الجينية الوراثية. عندما سمع في شباط 2020 بأن هناك هذا الفيروس، فيروس كوفيد 19، وهذا هو تركيبه الوراثي، الصينيون عملوا عملا جيدا بأن نشروا الخريطة الوراثية للكوفيد 19 في الشهر الأول من 2020، قبل سنة من اليوم، في بداية الشهر الأول الحقيقة 2020 نشرت على الإنترنت الخريطة الوراثية متاحة لعلماء العالم. هذا الرجل شاهين قال أذن لماذا لا أحول تقنية تشخيص السرطان إلى تقنية محاربة هذا الفيروس عن طريق تخليق اللقاح بنفس تقنية التشخيص التي أستعمل بها الوراثة، مبادئ علم الوراثة ومبادئ mRNA، وأخذها وأحورها وبذلك أنتج أجسام مضادة في داخل جسم الإنسان، مضادة للسبايك بروتين نفسه. وهذا اللي صار. شركة فايزر أعطته أموال، قالت له هذه الخزينة مفتوحة أمامك. شركة فايزر اتفقت وأنتجت الملايين من هذا اللقاح. وبعد ذلك طبعا أكسفورد، جامعة أكسفورد بالذات أيضا عندهم خبرة منذ سنوات في العمل على اللقاحات، فجامعة أكسفورد مع شركة، لاحظ، الأكاديمي مع الشركات، البزنس مع رجال الجامعات وعلماء الجامعات، عملوا سوية. الأموال مفتوحة، خزائن القارون مفتوحة لهم. لماذا؟ لأن السياسي أدرك أنه خلاص البلاد بالتوصل إلى اللقاح، وهكذا كان سرعة الإنجاز. أحدهم يسأل لماذا هذه السرعة؟ هذه السرعة لأن المال توفر، لأن قرار السياسي توفر، لأن التقنية توفرت، فنتج اللقاح. اللقاح فايزر الآن عندنا ويا بايونتك، عندنا لقاح أسترازينيكا مع أكسفورد، عندنا لقاح موديرنا الأمريكي، وعندنا لقاح الصيني، وعندنا لقاح أيضا فرنسي. طبعا الفرنسيين بالمناسبة وأوقفوا العمل بلقاحهم قبل يومين،
لأنه شافوا النتائج غير مشجعة. إذا عندك فايزر يقول أنا 95% فعالية اللقاح، أكسفورد يقول أنا كذلك، موديرنا يقول أنا كذلك، فاللقاح الفرنسي، اللقاح الروسي أيضا أنتج ويبدو أن النتائج ممتازة. طبعا أنا من أقول اللقاح، أنت لا تأخذ اللقاح بدون أن تقرأ ما نشر العلماء المختصين في هذا الموضوع في المختبرات عن نتائج هذا اللقاح. اللقاح يمر بثلاث دورات تجريبية سريرية، التجربة الأولى والمرحلة الأولى والثانية والثالثة على البشر، التي يجب أن تشمل الآلاف، 3 إلى 4 آلاف شخص يجرى عليهم اللقاح تجربة سريرية قبل أن يجاز. وعندما تجيز الدوائر العلمية الرسمية المختصة في بريطانيا فأنت ترتاح، تقول هذا لقاح أمين، هذه منظمة علمية رصينة محترمة في العالم كالـ FDA والـ MHRA، منظمات كبيرة في بريطانيا وفي أمريكا أجازت اللقاحات، وعلى هذا الأساس استعملت اللقاحات في العالم. بل وخلقت مشكلة أخرى، وهو تزاحم دول العالم على هذه اللقاحات، وهذه قصة طويلة أيضا. وأبقت الأسئلة العلمية، هل اللقاحات هي تعمل على زيادة مستوى الأجسام المضادة في الجسم أم زيادة خلايا الليمفوسايت وهو نوع من أنواع كريات الدم البيضاء؟ وأيضا هذا طبعا، هل اللقاحات تعطى لجرعتين أم لجرعة واحدة؟ جونسون أند جونسون شركة أمريكية كبيرة الآن تعمل حاليا، احتمال بعد أسبوعين يجاز، على لقاح يعطى بجرعة واحدة ضد الكوفيد 19 وبفعالية جيدة جدا. البريطانيون من خلال علمائهم، العلم في بريطانيا علم متقدم كبير، جامعة كامبريدج وأكسفورد، هذه جامعات رصينة، العلماء درسوا موضوع ورقة البحث التي نشرت لفايزر، فقالوا أيها الأخوة احنا عندنا فترة بين جرعة وأخرى 3 أسابيع. طيب أنت ورقة البحث تقول المناعة التي توفرها الجرعة الأولى 80%، وأنا ما عندي هواية من الجرعات، إذا خل ألقح أكثر ما يمكن من البشر بجرعة واحدة وأخلي الفاصل الزمني بين الجرعة الأولى والثانية أطول. فقرروا بدل ما 3 أسابيع 3 أشهر حتى يلقحون الملايين. اليوم مؤتمر رئيس الوزراء بوريس جونسون نطى رقم 30 مليون إنسان سيلقح في بريطانيا بحلول شهر آذار المقبل. أنت تتكلم عن بلد عدد سكانه تقريبا 60 مليون، إذا نقول 30 مليون معناها كل شخص فوق 50 سنة في بريطانيا سيلقح بلقاح مضاد للكورونا ويعطي مناعة معينة. للعلم المناعة هذه، من أقول معينة بين قوسين، مناعة لقاح فيروس الإنفلونزا الاعتيادي اللي صار لنا سنين نعطيه هنا في بريطانيا يوفر مناعة 50%، 40-50%. إذا عندك لقاح ضد الكوفيد 19 ينطيني 60%، هذا ممتاز. لاحظ، فإذا الجرعة الأولى من اللقاح قد تكفي، ولكن هذا لا يعني لا تأخذ الجرعة الثانية. ولكن الدولة الوحيدة في العالم التي طبقت هذا المبدأ لحد الآن هي بريطانيا فقط. فاوتشي هذا الخبير الأمريكي الذي يلعلع صوته هذه الأيام بعد خسارة ترامب في الانتخابات لم ينصح بهذا في أمريكا، ولكنه لم يعترض على ما قال به زملاؤه في بريطانيا، قال هذا الأمر متروك لعلماء بريطانيا وأحترم رأيهم في هذا المجال وأحترم السبب الذي أدى بهم إلى ما قاموا به. إذن هذا موضوع اللقاحات، وهناك تفاصيل لمن يسأل. أنا عندي بعض معلومات أيضا عن مناعة القطيع ومناعة الجماعة. الهدف من اللقاح هو أن يوصل 70% من أبناء المجتمع إلى المناعة، 70% من الناس عندهم أجسام مستوى أجسام مضادة بحيث الفيروس لا ينتقل بينهم، لا ينتقل بين شخص وآخر، لأن يعني أكو مستوى مناعي عالي يعد 70% من الناس. الفيروس وين يروح إذا يلقي شخص عنده مناعة ضده؟ الشخص اللي ما ملقح ما عنده مناعة الفيروس قد يصيبه أيضا ما راح يكون قوي. ولكن
هذا الصراع، الفيروس حور نفسه، طور نفسه. في شهر أيلول الماضي هناك شخص في بريطانيا عنده زرع كلى، هذا الشخص يعطوه أدوية مضادة للمناعة حتى يحافظ على كليته وما يضربها جسمه نفسه. هذا الشخص كان وسط لنمو السلالة الجديدة في بريطانيا من الكوفيد 19. طيب نتحدث عن السلالة الجديدة، هذا التطور في التركيب الجزيئي الجيني للبروتين، بالك يم البروتين، بروتين سبايك بروتين، السبايك بروتين النتوء، هذا من تركيب سطح الفيروس، طور تطوير وراثي في آلاف مؤلفة من البروتينات بالسبايك. هذا السبايك الرأس الكبير هذا فيه آلاف البروتينات. اللقاح مضاد للسبايك لجزء كبير من السبايك. إذا حتى لو يطور الفيروس نفسه، هو لا يطور نفسه بالسرعة أو بالكمية التي تستطيع أن تتغلب على اللقاح. إذا اللقاح لحد الآن هو فعال ضد هذه التطويرات أو التحويرات أو الطفرات الوراثية في فيروس الكورونا أو الكوفيد 19. عندك نسخة بريطانية محورة، عندك جنوب أفريقية محورة، اليوم سمعت قبل ساعات أن هناك 10 حالات من فيروس المحور الجنوب أفريقي في ويلز البريطانية. منين إجا؟ انتقال الناس، انتقال الناس. هسه يلا الحكومة البريطانية قامت تتكلم عن سد الحدود وعن الفنادق وحجز الناس المسافرين اللي الذين يأتون إلى هيثرو إيربورت وبقية المطارات البريطانية، حجزهم في فنادق لمدة 10 أيام. الآن هذا الموضوع معمول به في الأردن مثلا قبل أشهر، معمول به في نيوزيلندا. نيوزيلندا هذه الدولة الصغيرة الجميلة، هذه الدولة فيها فقط 25 حالة وفاة منذ العام الماضي لحد الآن، تبلغنا 100,000 حالة وفاة في بريطانيا وأكثر. يتوقع العلماء أن يصل 150,000 مع الأسف خلال الأسابيع القريبة المقبلة. هذا يؤدي بي طبعا إلى، طبعا أنا مستعد أن أجيب عن أسئلتكم في هذا الموضوع أيضا، يؤدي بي إلى العلاجات. إذا انتهوا هؤلاء 5% و10% في المستشفى، ماذا سيحصل في المستشفى؟ هناك الدكساميثازون، دكساميثازون علاج كورتيزوني معروف موجود رخيص عند 20% من المرضى، مفيد. المرضى الذين يحتاجون الأكسجين، ليس كل مريض يحتاج الأكسجين، الأكسجين اللي نسميه احنا السيباب أو الفنتيليشن، من يحتاج يعطوه الدكساميثازون. الآن هناك علاجات هناك أكو موجودة جهة في بريطانيا من مجموعة من العلماء الفاخرين، وعدهم دراسة تحت اسم ريكفري. هذه الريكفري مسؤولة طبعا لحد الآن عدهم تقريبا 400,000 إنسان في التجارب السريرية، تجارب سريرية على 3 أدوية. أولا على موضوع الدكساميثازون، أجريت ونشرت البحوث ودخلت وأجيزت للاستعمال، ولكن لحد الآن هم يريدون أن يجربوا الموضوع على الأطفال. هل يصاب الطفل بالكوفيد 19؟ نعم يصاب الطفل بالكوفيد 19. هل إصابة الأطفال بالكوفيد 19 خطيرة؟ لا لن تكون خطيرة. هل ينقل الطفل الكوفيد 19 إلى البالغ؟ نعم ينقل الطفل إلى البالغ. هل المفروض أن تعالج، أن يعالج الطفل؟ نعم يعالج. ولذلك علماء الريكفري، المجموعة الطيبة من العلماء، يدرسون اليوم موضوع الدكساميثازون على الأطفال. وثق أن الموضوع، الدواء الآخر في ريكفري هو الأسبرين. أنا كتبت رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا في الشهر الرابع، موجودة عندي على الإنترنت 10 داونينج ستريت، عندي فكرة الأسبرين مفيد. أنا من تجربتي مع مرضاي وأنا طبيب الجلطة الدماغية في ويلز، شفت أن الأسبرين مفيد يمنع الوفيات، لأن الكوفيد 19 هذا الفيروس الخبيث يسبب تخثر الدم، يسبب الخثرة في الأوردة، في الشرايين وفي الشرايين الرئتين
يسبب الشرايين القلب وفي كل مكان. اللي يعطوه أسبرين قد يمنع. الآن دخلت في الترايل في ريكفري، دخلت في التجارب السريرية. والعقار الآخر في التجربة السريرية الكولتشيسين، هذا العقار اللي نعطيه لمرضى داء الملوك، لمرضى النقرس، قد يكون مفيد لمرضى الكوفيد 19. هناك المونوكلونال انتيبوديز والأجسام المضادة وحادية السليلة بالعربية. هذه الآن هذا الدول اللي أخذت ترامب من قال أنا بيه الكوفيد 19 كوكتيل من الأجسام المضادة المونوكلونال انتيبوديز. اليوم أيها الأخوة والأخوات نشرت في عددها اللي يصدر بكرة صباحا اليوم على الإنترنت بالليل، نشرت نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن البحث الخاص بهذا الموضوع، وقالت هذا الكوكتيل بس واحد منه يشتغل وقليل الشغل، فلا تخلون بالكم يا كوكتيل الانتيبوديز. كل هاي الأدوية الأخرى، الأدوية المضادة للطفيليات، الانترلوكينيات، الهيدروكسيكلوروكوين، الأدوية المضادة للفيروسات، هذه كلها غير فعالة. أثبتت التجارب السريرية عدم فعاليتها. طبعا هذه أدبية إلى موضوع الكورونا طويلة الأمد أو اللونج كوفيد. قبل يومين أصدرت النايس National Institute of Health في بريطانيا تقريرا مفصلا عن موضوع الكورونا طويلة المدى، هذه التي تتسبب بأعراض مختلفة وتستمر هذه الأعراض لمدة تزيد على 4 أسابيع عند المرضى، خاصة المرضى الذين لا يصلون إلى المستشفيات، المرضى اللي حالاتهم الصحية بسيطة لا تستأهل الدخول إلى المستشفى، هذا يعاني أكثر من الكوفيد لونج كوفيد، من الكورونا طويلة المدى، أكثر من غيره اللي دخل المستشفى. ما هي هذه الأعراض؟ الأعراض مثلا يبقى عنده حمى، أحياء، ضيق التنفس، سعال، أعراض ضيق الصدر، ألم الصدر، خفقان، ضباب الدماغ، فقدان التركيز، مشاكل في الذاكرة، صداع الرأس، اضطرابات في النوم، وخز، تنميل، دوخة، هذيان، وجع البطن، غثيان، إسهال، ألم في المفاصل. هذه أعراض كثيرة، قسم منها قد يكون موجود في شخص وقسم الآخر ليس كلها في شخص واحد، ولكن هذه أكثر الأعراض وجوداً عند المرضى المصابين بالكورونا طويلة الأمد. ما هي الكورونا طويلة الأمد؟ التي تستمر في أعراضها على المريض سواء كان الفحص عنده سالب أو موجب لمدة أكثر من 4 أسابيع، قد تصل إلى أشهر، قد تصل إلى 6 أشهر. الطبيبة العراقية مساعدة البروفيسور نسرين العلوان أصيبت باللونج كوفيد وكتبت المقال تلو المقال حول هذا الموضوع. بالمناسبة كرمت زميلتنا قبل شهر من قبل ملكة بريطانيا بإعطائها لقباً، وأيضا هذا الموضوع هي لا زالت مستمرة في الكتابة عنه وتشكر على ما تقوم به. الموضوع الآخر المهم هي إذا ما هي الاستراتيجية التي تحمينا من الكوفيد 19 وتخرجنا من هذا النفق؟ ماذا ننصح وزير الصحة في العراق؟ ماذا ننصح المسؤولين في الوطن العربي؟ قبل ما أأتي إلى هذه الندوة، سمعت من مصدر في وزارة الصحة العراقية أن منظمة الصحة العالمية تقول أنه بحلول آذار سيتوفر ما يقرب من 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة الشرق الأوسط، فقط 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة الشرق الأوسط، المنطقة كلها. ماذا نقصد بالشرق الأوسط؟ فإذا قد لا تكفي. أنا سمعت أن العراق دفع ملايين الدولارات لشراء لقاح فايزر. فايزر اللقاح غالي. هل ممكن أن يشتري المسؤول العراقي عبر السفارة البريطانية في لندن مثلا لقاح أكسفورد أسترازينيكا؟ الآن هذا صراع الآن بين أوروبا وخارج أوروبا، بريطانيا بينهما على لقاح أسترازينيكا وأكسفورد، لأن بريطانيا خلت فلوسها أكثر قبل 3 أشهر من أوروبا لشراء لقاح أسترازينيكا، والأوروبيون غير سعداء في هذا الموضوع. يعني يقول لك أنت ما يصير تأخذ اللقاحات كلها في بريطانيا،
بريطانيا يقولون لهم يا ناس يا عالم، احنا خامس دولة في دول العالم إصابات وأعداد وفيات. بريطانيا خامس دولة، من هم الدول الأربعة قبل بريطانيا بعدد الوفيات؟ أمريكا أكثر دولة بالعالم وفيات، البرازيل، الهند، المكسيك، ثم تأتي بريطانيا. فهناك قول، وتعرفون المؤسسات البريطانية مهم عندها هذا الأفكس، يقول القول أنه يجب أن توزع اللقاحات ليس على أساس السكان وعدد سكان الدول، بل على عدد الوفيات وعدد الإصابات في الدول. هذه وجهة نظر مهمة أن تدرس. يعني الدولة اللي ما بها إصابات أو إصابات قليلة تعطيهم نفس اللقاحات، عدد اللقاحات في العالم، أيضا هذا موضوع. ولكن من جانب آخر يجب أن نعرف أنه إذا لم يلقح سكان العالم جميعهم، ماكو واحد قاعد بلندن راح يكون أمين من الفيروس إذا واحد ببغداد ما ماخذ اللقاح، لأن العالم صغير، العالم الناس تتناقل تذهب وتجي وتروح. فإذا يجب هذه اللقاحات بالبلايين، وسكان الكرة الأرضية يلقحون 70% من سكان الكرة الأرضية تلقح حتى نصل إلى مناعة بشرية كاملة على وجه الأرض. وبذلك نقول قد سيطرنا على هذا الوباء، عشنا معه، عشنا مع الكوفيد 19 ليكون وباء متوطنا ولكن مسيطرا عليه بشكل أو بآخر. إذن هذه واحدة من الاستراتيجيات المهمة، الطفرة الوراثية يتم التعامل معها، الاستراتيجيات الأخرى إغلاق المدن، إغلاق الحجر الصحي. في بريطانيا سدوا المدارس إلى يوم 8 آذار، الآن سمعنا اليوم إغلاق الحدود، الكمامات طبعا، قضايا الصحة العامة هذا حكينا بها، النظافة، الكمامات، التباعد الاجتماعي، هذا مهم حتى بعد اللقاح، وهذا راح يكون ضمن الكلتشر، الشيء الذي يجب أن نستمر عليه. وهناك دراسات كثيرة لموضوع إعطاء اللقاح للأقليات في بريطانيا، الأقليات ما دمنا اتفقنا أن الأقليات هي أكثر عرضة للإصابة بالكوفيد 19، فيجب أن تكون إذن أول الناس، خط أول بمن يعطون هذا اللقاح، بمن يستعمل ويطعم بلقاح الكوفيد 19. إذن هذا ما عندي اليوم، وهناك أنا مستعد طبعا والأخوة والأخوات أن أجيب على أسئلتكم، وشكرا للحوار الإنساني والقائمين عليه، شكرا جزيلا. هذه يعني الفرشة الواسعة اللي تناولت الجائحة من بدايتها والتطورات واللقاحات والأدوية وما إلى ذلك، نسلط مزيد من الضوء على جوانب أخرى عبر أسئلتكم ومداخلاتكم. ونبتدي مع الدكتور تحسين الشيخلي عند سؤال، تفضل دكتور تحسين. شكرا جزيلا، يعني شكرا لمؤسسة الحوار الإنساني لتوفير هاي الفرصة للاطلاع يعني بشكل معرفي على هذا الموضوع المقلق للجميع، وشكرا لك أستاذ صادق، والشكر موصول إلى صديقي وعزيزي دكتور عامر الصفار. أنا بالحقيقة عندي ثلاث أسئلة بسيطة. السؤال الأول، هل يمكن الإصابة بعدوى الكوفيد 19 عن طريق حيوانات أليفة أو أي حيوانات أخرى؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل المضادات الحيوية الأنتيبايوتكس فعالة في الوقاية من مرض كوفيد 19 أو علاجه؟ وأيضا سؤال يعني أتمنى أن تنصحني به، شنو تنصح من أدوية للوقاية من الفيروس لشخص مسن قاعد بالبيت ملتزم بكل الأشياء، لكنه أكيد نحتاج إلى يعني supplement support بهالموضوع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تفضل دكتور عامر. نعم شكرا. اولا، هل يمكن العدوى عن طريق حيوانات اليفه؟ سجلت بعض الحالات اللي انتقلت العدوى من النمور في حدائق الحيوانات مثلا الى الانسان. في الدنمارك الحقيقه سلاله جديده انتقلت من نوع من انواع الفئران الخاصه في الدنمارك الى الانسان، وقضي عليها وقضي على الآلاف من هذه الحيوانات في الدنمارك. أنا أقصد البيتس دكتور،
يعني اقصد الدوغز الكاتس اللي بتوقف بالبيوت. نعم، هذه لم تثبت مثل هذه الحالة حاليا. الآن لا توجد تعليمات بهذا الخصوص، ولا توجد حالات وصلت إلى المستشفيات مثلا بهذا الخصوص. أما اللي يبقى بالبيت عنده مثلا القطة مالته وعنده أعراض معينة صارت، وتحليل سواء طلبه وطلع نيجاتيف، هاي يعني أيضا احنا نعرف أنه هذا الموضوع مهم ويتابع. إذا وصلت حالات متميزة إحصائيا ذاك الوقت يصبح الموضوع مهم، وطريقة الانتقال هذه مهمة الانتباه لها. هل المضاد الحيوي فعال للوقاية؟ أقول لا. الحقيقة المضادات الحيوية أبدا ليس لها علاقة بالوقاية من الكوفيد 19، بل إن المضادات الحيوية كما تعلم دكتور تحسين أحيانا قد تسبب مشاكل إذا الإنسان يأخذها بدون سبب وبدون داعي، لأنه تمنعه من جسمه يقوم يقاوم المضاد الحيوي عندما يحتاجه، يكون تأثيره عندما يحتاج المضاد الحيوي أقل على جسمه مما كان سابقا في حالة عدم استخدامه للمضادات الحيوية. هل من أدوية للوقاية من الفيروس؟ نعم، فيتامين دي. الآن فيتامين دي مهم جدا حقيقة، خاصة بالنسبة للأقليات، بالنسبة لنا يعني احنا الموجودين في بريطانيا، في الدول الأوروبية، في بلدان الشمس بها قليلة خاصة في الشتاء، فيتامين دي مهم جدا لزيادة المناعة، هي مو فقط للعظام وهشاشة العظام وكذا، وإنما لزيادة المناعة في الجسم، هذه مهمة. السوائل، السيطرة على الحالات المرضية الأخرى، إذا شخص يأخذ أدوية مضادة لعلاج أو مضادة لارتفاع ضغط الدم ولعلاج ضغط الدم مثلا، ينصح أنا في رأيي وهذه أجربها على مرضاي بأخذ الأسبرين أيضا، إضافة إلى الأدوية، هناك عشرات من الأدوية لعلاج ضغط الدم إضافة إلى هذه الأدوية. فإذا هذا جوابي. حقيقة التركيز على علاج الحالات طبعا الموجودة، والفيتامين دي مهم جدا في هذا المجال، فيتامين سي والفيتامينات الأخرى هذه موجودة بالأغذية والغذاء الصحي طبعا البعيد عن الدهون، معروفة أيضا الكوليسترول وتخفيض الكوليسترول أيضا. هذا دكتور يعني إذا أسبرين يأثر على المعدة كيف واحد يأخذه؟ طبعا أي هذا هناك أنواع أخرى من الأسبرين، مثل ما تعرف هناك الكلوبيداغرول اللي تأثيره قليل أقل من الأسبرين على المعدة، وهناك حالات إذا يضطر الشخص أن يأخذ أسبرين يأخذ وياها الأوميبرازول أو البي بي آي إحنا نقول عليه، أو لانسوبرازول لحماية معدته من تأثيرات الأسبرين. نعم. عندنا ست أنعام، لأنه طالع عندي بس أنعام، يد مرفوعة. نعم تفضلوا. ست أنعام تسمعني؟ نعم تفضلي. نعم أي شكرا على الندوة. أنا أشتغل في نورثيك بارك نيرس وريسيرش ميدوايف، عندي سؤالين. أكو أسئلة تنطرح هسه، إنه يعني إحنا أخذنا اللقاح طبعاً. نعم. أكو أسئلة تنطرح إنه ممكن اللقاح يسبب العقم أو infertility، وأريد يعني رأيك بهذا الموضوع. والسؤال الثاني، ممكن اللي يعني يولجون وهم يعني النيرسينج يرضعون ممكن يأخذون اللقاح لو يعني يعرف إنه ماكو ستاديز على الحوامل بالنسبه يعني؟ فهاي عندي سؤالين. فاذا السؤال الاول هل اللقاح يسبب عقم، والسؤال الثاني بالنسبه للمرضع يعني اللي يترضع ممكن انه تاخذ اللقاح او لا، صح؟ نعم. نعم تفضل دكتور. شكرا جزيلا استاذ. شكرا جزيلا ست العام على هذه الاسئله. هل يسبب اللقاح العقم؟ لا، لم يثبت هذا حقيقة يعني. طبعا لا تنسين انه الموضوع التلقيح بدأنا به قبل شهرين فقط يعني، ايضا احنا في حاجة الى المزيد من الدراسات في هذا الموضوع. الدراسة الاخطر هو هل سيمنع اللقاح نشر الفيروس بين شخص واخر، هل الترانسميشن هذا بين شخص واخر هل سيقلل اللقاح من قدرة الفيروسات على الانتقال؟ هل سيقلل اللقاح من الإصابات التي تصل إلى المستشفيات؟ قد يكون هذا السؤال الذي سألتيه مهم في حالة ورود حالات
طبعا هذه ما نعرفها الا بعد سنه مثلا من الان، من المشاكل العقم مثلا عند في المستشفيات او المراكز الطبيه. هل المرضع تاخذ اللقاح؟ اقول نعم، ليس هناك مانع من ان تاخذ اللقاح. اللقاح يبني اجسام مضاده، احنا نعرف الحوامل الحقيقه الحمل عند المراه هو واحد من عوامل الخطوره للاصابه بفيروس الكورونا. فاذا هنا ليس هناك شيء يقول بعدم تلقيح الام المرضى. نعم. عندنا الدكتور مالك حمزه. تفضل دكتور مالك. شكرا للدكتور على هذه المعلومات الحقيقه. فقط عندي سؤال، انه الدكتور ذكر انه 70% يتلقحون حتى يصير، هل توجد امكانيه لتوفير هذا العدد؟ يعني بالمليارات راح تصير بيها. نعم. هل كافيه هذه الشركات لانتاج هذه الكميه الكبيره؟ نعم. يعني احنا اذا نحكي عن تقريبا 5 مليار لقاح يعني. اي. نعم. شكرا. نعم. جزيلا دكتور. نعم دكتور عامر. شكرا. طبعا هذا السؤال هو السؤال اللي يسأله المسؤول في اي بلد بالعالم، المسؤول الحريص على شعبه وعلى دولته، لانه هاي حقيقة علمية. العلماء يقولون 70% واكثر من سكان منطقة معينة، من سكان دولة معينة، الا تلقح هذا العدد يلا انت تكون مرتاح وقاعد على كرسيك مرتاح، لان ذاك الوقت تتوفر مناعة اجتماعية، مناعة جمعية، مناعة القطيع، ما تسميها، بحيث تتيح المجال للسيطرة على هذا الفيروس. أما أنت أيها العالم، أيها المختبر، أيها السياسي، أيها الاقتصادي، أيها البزنس مان، شلون تخلي فلوس وشلون تخلي دعم وموظفين وعلماء لإنتاج هذه الكمية؟ هذا موضوع سياسي اقتصادي مهم جدا السؤال عليه. طبعا يتبع هذا الحقيقة هو الصراع. صراع أنا أقول لك اليوم قائم بين دول العالم وتنافس. طبعا أنا أريد أن أذكر أن هناك منظمة من منظمات الصحة العالمية ومجموعة اللي شكلتها منظمة الصحة العالمية، هذه المجموعة مسؤولة عن توزيع اللقاح للدول، لدول العالم، فيها 120 دولة منضمة من بينها العراق، لتوزيع اللقاح على دول العالم في حالة التوفر ووضع اليد على جرعات اللقاح. وعلى هذا الأساس يعني يبقى هذا الموضوع الإنتاج logistically speaking، يعني من ناحية اللوجستية صعب جدا تحقيقه خلال الفترة القريبة المقبلة. ولذلك العلماء يقولون بنهاية العام الحالي احتمال نصل إلى هذه المرحلة. طبعا تداخل اللقاحات، هذا الموضوع، هل أنت تأخذ لقاح فايزر أو لقاح أكسفورد أو لقاح موديرنا أو لقاح الصيني؟ يعني أيضا هذه، هل تتلقح بأكثر من لقاح للشخص الواحد؟ أيضا أسئلة. أقول لا أنصح أنت أخذت الجرعة الأولى من فايزر، ظل على فايزر. أنت أخذت الجرعة الأولى من لقاح الأكسفورد أسترازينيكا، ظل على أكسفورد أسترازينيكا. الصيني، ظل على الصيني. لا تجبرك الحاجة أن تلقح أبناء شعبك بلقاح مختلف للشخص الواحد، بس أن تستعمل لقاحات مختلفة في مجموعات من الناس في محافظات ومناطق مختلفة من بلادك، نعم، ولكن ليس للشخص. فإذا هذه صعوبة من الصعوبات المطروحة والمعروفة عالميا، وطبعا العمل عليها جاري ليلا ونهارا. شكرا. نعم. دكتور عامر، عندنا سؤال جاني من الأستاذ جواد يتابعنا هو أيضا، يقول هناك من يدعي أن الفيروس بعد عدة أشهر سيقضي على نفسه، أو هو يعني راح ينتهي، فهل هذه المسألة علمية موجودة يعني فعلا؟ نعم، الحقيقة نشر في واحدة من المجلات العلمية، طبعا أنا أتابع مجلة نيتشر، مجلة الساينس، الطفرات الوراثية الحالية للفيروس هي طفرات مؤذية للبشر وليست طفرات مفيدة للبشر. يعني الفيروس لا يقتل نفسه حاليا، قد عندما نحقق مناعة القطيع قد يكون هذا موجود. الحقيقة الطفرة الوراثية في الفيروس، فيروس الكوفيد 19 البريطاني خلينا نقول، هي طفرة أكثر مميتة وأكثر التصاق للسبايك بروتين،
يلتصق بخلية الإنسان أكثر من الكوفيد 19 المعروف الذي تعاملنا وياه العام الماضي. فلحد الآن الطفرة الوراثية في جنوب أفريقيا، في البرازيل، في بريطانيا هي أكثر قسوة على البشر. نتمنى أن يكون هناك اكتشاف معين بحيث نجعل من الفيروس يطور ويحور نفسه بما يضعفه. يعني لم تورد مثل هذه الدراسات ولم تنشر لحد الآن، نتمنى أن تنشر مثل هكذا دراسات. نعم دكتور، سؤال أيضا، يعني ما نريد نروح أو ندخل في مجال نظريات المؤامرة وما طرحته، لكن أكو يعني ظاهرة عدم القطعية أو عدم الرأي النهائي في كثير من تفاصيل كوفيد 19. يعني مثلا من أصيب بالمرض، يعني اللي أخذ الإصابة، شقد المناعة اللي راح تتوفر عنده، وأكو احتمال إصابته لو لا. اللي يأخذ اللقاح الآن شقد تمنح الفترة الزمنية، شقد راح يكون عنده مناعة، وبعد ايش راح يسوي؟ المسألة الأخرى اللي هي السلالات أو الفيروسات اللي هي من عائلة كورونا، يعني الفيروسات التاجية، يعني جتي وانتهت بدون ما تمر بهذه الحالة ولا مسألة اللقاحات. يعني أتكلم عن السارس وأتكلم عن المارس أو ما يسمى ميدل إيست فيروس، وهذه المسألة، لماذا مع هذا الفيروس صارت بهذا الشكل؟ نعم يعني موضوع الرأي النهائي، هناك بعض الإجابات طبعا عن هذه الأسئلة المهمة، وأشكرك جدا على إثارة هذا الموضوع. المناعة من الدراسات المنشورة، المناعة تطول 3 إلى 5 أشهر. الشخص الذي يصاب بالكوفيد 19 ويكون عنده البي سي آر أنتيجين تيست بوزيتيف، هذا الاختبار، الأجسام المضادة تبنى في جسمه مضادة لفيروس الكوفيد 19، بحيث 5 أشهر احتمال، بين 3 إلى 5 أشهر الدراسة تقول. نفس الشيء بالنسبة للقاح، كأنه مصاب بالكوفيد 19، هل يأخذ اللقاح؟ نعم يأخذ اللقاح، بعد فترة 3 أشهر ممكن أن يأخذ اللقاح. هل محتمل شخص مصاب بالكورونا أن يصاب مرة ثانية؟ نعم، صارت حالات موجودة. يعني أيضا هذا يعود إلى طبيعة الشخص نفسه، هل هو مناعته كافية كانت لعدم للحيلولة دون إصابته بالفيروس؟ هل الشخص الذي يلقح بأي من هذه اللقاحات التي ذكرناها يمكن أن يصاب بالكوفيد 19؟ نعم يمكن أن يصاب، لكن المهم بالموضوع أنه إصابته سوف لا تكون شديدة بحيث يصل إلى المستشفى. هذا هو أهمية اللقاح. اللقاح لا يقول العلماء أن لقاح الكوفيد 19 سيمنع الأشخاص من الإصابة بالكوفيد 19، لم يقل أحد هذا. قد يصاب بالفيروس، قد يصاب بالمرض، ولكن لا يصل إلى الإصابة الشديدة مما يطمئنك، تكون ضمن 80% إصابتهم خفيفة وتنتهي بعلاجات بسيطة جدا. السلالات من عائلة كورونا لماذا انتهت ولماذا الكوفيد 19 أصبح كذلك؟ الكوفيد 19 لأنه تركيبة جديدة، طفرة جديدة من فيروسات الكورونا. صحيح أن فيروسات الكورونا نتعامل معها، وهناك فيروسات الإنفلونزا، وهناك لقاحات ضد فيروسات الإنفلونزا، ولكن الكوفيد 19 يختلف في تركيبة الوراثي الجزيئي عن الكورونا بشكل عام. طبعا الموضوع اللي جذب انتباهي هنا هو قول العلماء أنه إذا يحور نحور، إذا حور الفيروس نفسه نحور اللقاح. هذا الصراع المهم بين الفيروس وبين العالم الإنسان. فإذا هناك استعدادات، فتحت الحقيقة الحكومة البريطانية حوار مع علماء أكسفورد لإيجاد تحوير جديد للقاح أكسفورد، هذا الموضوع الأسبوع الماضي. نعم. استعدادا. نعم. إنه الدراسات أنت عندك لقحت في ديسمبر، منا إلى نهاية الشهر المقبل الحكومة البريطانية توعدنا بأن تعطي نتائج أولية لنتائج لأرقام
التي تبرز نتيجة التلقيح. ماذا حصل بعد التلقيح؟ صرنا شهرين، هل هناك زيادة في الإصابات؟ هل هناك إصابات وصلت للمستشفيات؟ فإذا الدراسات قائمة. إذا أثبت التلقيح الحالي غير مفيد لا سامح الله، بمعنى أنه السلالة البريطانية هي قاومت اللقاح الموجود حاليا. هذه الشهر القادم يلا تبين، يعني بداية فبراير يعني. والله نهاية فبراير، نهاية الشهر. نهاية فبراير، أوكي. بمعنى، إذا بمعنى آخر، أنه الشركة المنتجة يجب أن تبحث عن تحوير تطوير للفيروس، للقاح ضد الفيروس. بمعنى نشتغل على السبايك بروتين، هذا السبايك البروتين المحور نشتغل عليه، ويكون إنتاج اللقاح أسرع هالمرة، أسرع من سابقته. إذا احتجنا 10 أشهر نحتاج يمكن أسابيع قليلة، شهرين أو أقل لإنتاج لقاح جديد. بس ولحد الآن دكتور ماكو رأي يقول أنه يعني هاي الطفرات اللي صارت بالفيروس تعيق عمل اللقاح، لحد الآن ماكو رأي. لحد الآن لم لأنه ماكو، الفترة قصيرة بعد ما مبينه يعني، قصيرة لإنتاج مثل هكذا أرقام. نعم. فإذا نحن ننتظر الآن، ينتظرون يعني. شوف الناس اليوم مثلا عندك 17,000 قالت إصابة بالفيروس. أنا متأكد المختبر في أكسفورد يلاحظ التركيب الجزيئي لهذا الفيروس المصابين به هؤلاء الأشخاص، ويشوف شنو وش قد من السلالة وش قد منهم أخذين لقاح. نعم. ستنعم تطلع الأرقام إن شاء الله. نعم ستنعم، عندك سؤال آخر؟ نعم تفضلي. عفوا يعني حسأل معك سؤال. تفضلي. إحنا أخذنا اللقاح، وأعرف هو يعني من الأهل أو أصدقاء من العراقيين من الجالية. نعم. إنه أخذوا اللقاح وعندهم هذا الاعتقاد إنه ممكن من يأخذون الجرعة الثانية أوكي ممكن يسافرون، هم محصنين ضد الفيروس. فإذا العراق ما بدأ برنامج اللقاحات طبعا هذا ما راح يصير. فأحب يعني توضح هذا للناس، لأن هواي ناس يعتقدون إنه هي من يأخذوا الجرعتين بعد صاروا يعني أوكي وممكن يرجعون يسافرون للعراق. نعم شكرا جزيلا. نعم دكتور عامر. شكرا. والله هذا طبعا الموضوع يعتمد على مناعة. إحنا اللقاح شنو هدفه؟ اللقاح هدفه أن يبني مستوى من المناعة في جسمك. إذا أنت تروح إلى مجتمع ما بي مناعة ممكن أن تصاب بسهولة بالكورونا، ولكن لأن مناعتك جيدة لا تصل قسوة المرض عليك إلى حالة الشدة. فاحتمال أنت تصاب لأن أنت رايح إلى مجتمع ما بي مناعة القطيع. مثلا احنا نتكلم مثلا عن بريطانيا، انا قلت قبل قليل انه في آذار المقبل 30 مليون انسان سيلقح في بريطانيا. هل ممكن تحقيق هذا الرقم في العراق؟ مستحيل. ليش؟ لان احنا هسه قلنا منظمة الصحة العالمية اليوم قالت هذا الكلام اليوم، 25 مليون جرعة للشرق الاوسط بحلول آذار. فاذا راح نروح الى أنا ملقح عندي مستوى جيد من المناعة وراح أروح إلى مجتمع ما بأي مناعة، راح أصاب احتمال أكثر مما لو أبقى في بريطانيا مثلا. ولكن احتمال أيضا أكو احتمال كبير أنه إصابتي ما تكون قوية، ما تكون شديدة. نعم. ولذلك في بريطانيا الآن هذه التشديد على السفر، الترافل كوريدور كلها سدوها، خلوا الفنادق للناس اللي تيجي من برا حجز وإثبات أنهم تسلبي الفحص مالتك قبل ما تدخل في بريطانيا. فسووا إجراءات مشددة، ولو برأينا ورأي العلماء أنه هذه متأخرة، لأن هناك دول أثبتت أنه هذه الإجراءات مفيدة، إجراءات منع السفر مهمة جدا الحقيقة لدرء هذا الوباء والحلول دون انتشاره. شكرا. شكرا جزيلا. دكتور مالك عندك سؤال آخر؟ عفوا دكتور، يعني ذكرت انه ممكن هذه المناعه تصير لمده بين 3 إلى 5 أشهر. هل تعني انه بعد الخمس أشهر لازم يحتاج الى جرعه ثانيه
منها في هذه الحالة إذا كانت 70% النسب راح ترتفع إلى أكثر من هذه الحالة طبعاً، يعني إذا بيها يعني راح يصير أكثر من، يعني إذا قدرها عزيزنا صادق بخمس مليارات ممكن يوصل إلى 20 مليار نحتاج بالسنة الواحدة بيها، وهذا من أشوف المستحيل توفيرها. وشكراً. شكراً, شكراً جزيلاً. نعم. طبعاً أنا ذكرت موضوع 5 أشهر، لا تنسى الفترة بين اللقاح الجرعة الأولى والثانية، الآن في بريطانيا نتكلم الفرق 3 أشهر. إذا الاعتقاد شنو؟ أنه إذا أخذت الجرعة الأولى من أي لقاح، إذا أخذت الجرعة الأولى الأجسام المضادة مستواها في جسمك راح ينزل في نهاية الأسبوع 12، راح ينطوك دوز آخر، راح ينطيك جرعة ثانية، راح تبدي تصعد الأجسام المضادة مرة أخرى في جسمك. هذا احتمال، طبعاً هنا أكو دراسات مستمرة، هل الجرعة الثانية، طبعاً هذا الوضع يونيك، يعني وضع استثنائي فقط في بريطانيا، بالعالم كله فقط في بريطانيا، الجرعة الثانية بعد 3 أشهر، بعد هذه الفترة، بعد هذه 3 أشهر هناك دراسة لمستوى الأجسام المضادة في جسمك، هل تستمر لخمسة أشهر أخرى؟ هل نحن سنضطر إلى تلقيح آخر للشخص نفسه بعد سنة مثلا، مثل ما نسوي مع الفيروس، فيروس الكورونا الذي هو يصيب الإنسان بالإنفلونزا، اللقاح الجاب يعني هذا السنوي؟ نعم، كل سنة في بريطانيا يلقح المواطن بلقاح الإنفلونزا، متاح للجميع هذا اللقاح. نعم. وأيضا يطوروه لأن هو إنفلونزا بس مو كوفيد 19. نعم. فأعتقد أنا رأيي الشخصي وخبرتي خلال هاي السنة أنا أتابع الذي يحصل، أعتقد سنتعايش مع فيروس كوفيد 19 على هذا الأساس، أنه لقاح سنوي بجرعتين. نعم. عندنا أستاذ أميل دا يسأل أنه هل صحيح المريض بالكوفيد يمكن يأخذ اللقاح بعد 3 أسابيع من اكتشاف المرض؟ يعني يكتشف المرض عنده، تظهر السيمتومز يعني، وبعدها ب3 أسابيع يقدر يأخذ اللقاح؟ يقدر يأخذ اللقاح، ومع العلم أنه هذا الشخص هو عنده أساساً أجسام مضادة في جسمه، ولكن هذه تقوية أيضاً، بوست أكثر تطي الأجسام، لا ليس هناك داء مانع من أن يعطى هذا الشخص اللقاح. نعم نعم. إذا أكثر ممكن سؤال؟ إيه تفضل. العفو، الشخص اللي عنده حساسية دوائية مفرطة يقدر يأخذ اللقاح؟ نعم نعم دكتور سمير، نشرت المجلة الطبية البريطانية هذا الأسبوع British Medical Journal دراسة حول هذا الموضوع، أي شخص عنده حساسية مهما تكون هذه الحساسية يستطيع أن يأخذ اللقاح بأمان، ما إلا إذا كانت عنده نوع من الحساسية التي هي للمواد الطبية التي تستعمل في هذا اللقاح مثلا، فهو هذه حالات نادرة وهذه تخضع لفحوصات مختبرات الحساسية في العالم. فإذا بصورة عامة الشخص الذي عنده حساسية مثلا الربو، عنده حساسية ربو، شخص مصاب بالربو، شخص مصاب بالأكزيما، هؤلاء يستطيعون أخذ لقاح الكوفيد 19. نعم نعم. إذا أكو أسئلة أخرى حضرت ضيوفنا الكرام، إذا أكو ملاحظات أو رأي تحبون تقولوا. ألو. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا مشكورين على هذه الندوة القيمة بالمعلومات، ونشكر الدكتور على هذه المعلومات الغنية يعني بالفوائد الكثيرة، بس عندي سؤال بالنسبة لأنواع اللقاحات الآن الموجودة. نعم. كوفيد والصيني وإلى آخره. يعني إحنا كأشخاص إذا يخيرونا يعني بماذا تنصح؟ طبعا أكسفورد في البلدة اللي أنا بيها بعمان بعد ما واصل. نعم. بس في الصيني وفي بقية اللقاحات، فأي لقاح تنصحنا يعني؟ نعم. ناخذه. شكرا. ست رباب من الأردن تقول. نعم. تقول يا لقاح الزين ريد فد واحد لقاح مال باب الأغا، يعني ريد قصب ورخيص. نعم. وزين.
شكرا شكرا جزيلا. طبعا في كل دول العالم اكو المؤسسات المنظمات التابعه لوزاره الصحه التي تجيز هذه اللقاحات. اي لقاح تجيز هذه المنظمات، هاي منظمات مسؤوله اخذه. انا في بريطانيا لم يجز، لم تعطي الجهه، جهه وزاره الصحه، انا عندي هاي مقدره يعني منظمه مهمه جدا المشاريع، لم تمنح إجازة للقاح الصيني، ولم يمنح اللقاح الروسي إجازة، ولم يمنح أي لقاح آخر خارج اللقاحات الثلاثة وهو لقاح أكسفورد أسترازينيكا، لقاح فايزر بايونتك، ولقاح موديرنا الأمريكي. هذه في بريطانيا. في الأردن قد يكون أجيز، في الإمارات العربية أجيز اللقاح الصيني، وهذا ممتاز أيضا إذا الجهات العلمية في هذه الدول أجازت هذه اللقاحات. روسيا أجازت لقاحها، فرنسا لم تجيز، لم تمنح إجازة للقاحها نفسه. أتصور الفرنسيون يستطيعوا من إنتاج أي لقاح، شافوا اللقاح مالتهم غير مؤثر بالمقارنة مع نسب التأثير اللقاح الأمريكي والبريطاني واللقاحات الأخرى. فإذا أي لقاح تجيز المؤسسة الرسمية في البلد الذي أنت فيه فعليك به. اوكي، عندنا رسالة من عامر عماش يقول informative and useful presentation. Thanks dear عامر. وعندنا ايضا سؤال من استاذ اميل كوهين، ما اعرف اليوم ليش ده يكتب كتابة، ليش ما ده يسأل. نعم لحظة واحدة استنعم. استاذ اميل يقول هل تعتقد انه سوف نصل الى مرحلة بحيث يجبر الجميع في بريطانيا أن يأخذ اللقاح؟ يعني ما أعرفه وين دايريدي ودينا أستاذ أميل، بس يقول هذا السؤال إذا اسمح لي، هذا السؤال يجوز سياسي أكثر من صحي. هو معاني دا أقول لعد ليش دا أقول، لأنه أكو جماعات اللي دا يرفضون حسب ما المسموع أنه دا يرفضون يأخذون اللقاح. عاد رح تعرف دولة إذا ما يأخذون اللقاح رح يأثرون على الباقي. نعم، لهذا أفكر أنه ممكن الحكومة تجبر كل واحد أنه يأخذ اللقاح، إذا ما يأخذ يصير عليه غرامة قوية أو يحبسوه أو شيء من القبيل. نعم أوكي، شكرا أستاذ أميل. نعم دكتور عامر. نعم شكرا، شكرا جزيلا. طبعا هذا الموضوع يعني مطروح، احنا مع الأسف الأقليات في بريطانيا، رغم أنهم احنا أكثر يعني احتمال الإصابة عند الأقليات في بريطانيا بالكوفيد 19 أكثر، ولكن مع الأسف هناك عدم إقبال للتلقيح من قبل الأقليات في بريطانيا ضد الكورونا. وعلى هذا الأساس الحكومة البريطانية حاليا هي لا تجبر، ليس بالإجبار في النظم الديمقراطية السياسية، ولكن بالإقناع. فماذا عملت؟ لجأت إلى الرياضي والفنان والمذيع والرجل المعروف في المجتمع البريطاني من الأقليات للإعلان ولتقديم المعلومات للموجودين من الأقليات في بريطانيا، لتقديم المعلومات المفيدة. يا ناس أنتم المفروض تلقحون لأن اللقاح مهم جدا. طبعا هناك بعض المقالات التي تذكر احتمالية لجوء الحكومة يعني في المستقبل القريب إلى ما يسمى بباسبورت اللقاح. طبعا أي شخص يلقح يعطوه كارت للتلقيح، يقول له على هذا الكارت مالتك أنت ملقح، وترجع لنا بنفس الكارت، نطوه موعد وراء 3 أشهر نلقح حق الجرعة الثانية. هذا الكارت قد يكون باسبورت بالمستقبل لأن تدخل مطاعم، لأن تدخل المطارات، هذا احتمال كبير. والحكومة ذاك الوقت شو تسوي في النظم الديمقراطية؟ تقول أنا ما علي، أنا تركت هذا الموضوع لأبو المطعم وأبو الفندق وأبو المطار، وأنا غير مسؤول عن هذا، ويحلون الإشكال. فهذا قد يحصل في المستقبل، ولكن هم على ثقة أن موضوع 70% يصلوا في حالة توفر اللقاحات. طبعا احنا لا ننسى أن الجوامع الآن فتحت أبوابها للتلقيح كمراكز تلقيح، الكنائس، المعارض، المناطق، وين ما تروح هسه الآن مراكز للتلقيح. يعني الحمد لله موضوع التلقيح في بريطانيا جاري على قدم وساق، ما يعرقله وتوفر اللقاح، جرعات اللقاح. نعم
ستنعم كان عندك سؤال؟ عندي سؤال حسين تشلبي. اوكي ناخذ دكتور حسين تشلبي وبعدين حضرتك. تفضل دكتور. شكرا جزيلا دكتور عامر. حبيت اسال بعض الاسئله وهي تست اند تريس كان موضوع مهم وفشلت فيه الحكومة البريطانية، هل أو أنت ما تذكرت شيء عنه لأن ما سمعتك تتكلم بأهميته للسيطرة على الموضوع مع الانتشار الفيروس؟ تريس أند شنو؟ العفو دكتور حسين خاف ما سمعنا. التست أند تريس. التست أند تريس. نعم الفحوصات. الفحوصات وكذلك التريسينج اللي هو يتأكدون وين انت رايح وين جاي. نعم. الشيء الثاني قضية الأكسجين بالحقيقة ظهرت قريبا جدا خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، ولكن هي يظهر كلش مهمة مع الأكسجين in the blood من ينزل على من 95 إلى 90 أو 85 إذا تروح للمستشفى ذاك الوقت علاجك يكون بسيط ومن ثم تبتعد عن مرحلة توصل إلى الاي سي يو يونت اللي مكلفة في أمريكا. قالوا once you're in the ICU unit الكلفة $1 million. فركزوا على أهمية الأكسجين. بما أنه ذكرت التهية كل 10 فاونات الموضوع، ليش ما تكرم الحكومة البريطانية لكل الشعب أن يقيمون حتى تقلل من تكاليف؟ يعني إحنا عندنا مشكلة بالطاقة مع الناشنال هيلث، اللف والدوران أنه ما نتمكن ناخذ إصابات كثيرة لأن الناشنال هيلث is already saturated. هاي النقطة الثانية. كنا العام الماضي بشباط، أنا كنت في بغداد، الناس كانوا تحت شعور أنه من يجي الصيف والحرارة تقتل الفيروس. طبعا ما صارت هالسالفة، بس إجا الصيف عندنا ببريطانيا والحكومة البريطانية قالت هسه بالشتاء بالبرد ينتشر المرض، كأنه المرض له علاقة بدرجة الحرارة وبالأخص في الأماكن الباردة في بريطانيا. يعني الإنفلونزا واحد ينصاب بها في الشتاء وكذا، هل أكو علاقة بين هالموضوعين؟ والنقطة الأخرى اللي أحب أذكرها أنه أذكرت اللقاحات بالنسبة لوجودها بالعراق. قبل أسبوعين أو ثلاثة بروفيسور سعد شاكر أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي ووزير الصحة يذكر له أنه ما يقوله وزير الصحة غير كلام سياسي وغير قابل للتطبيق في الأرض الواقع، لأنه اللقاح مو بس كلام أنه أنا راح أجيب لقاح، إذا ما يوقع ويأخذ جدول زمني لاستلامه هاي ما له قيمة. واللي فهمته في الآونة الأخيرة أنه وزارة الصحة نشرت هدف الحكومة أنه مو مباشرة الوزارة هي تتعامل مع الشركات وتجيب اللقاح، يردوا تمر خلال أجهزة كوميرشال حتى بها قمصيانات ومن هالسوالف، والسالفة مليوصة يعني بيني وبينكم. شكرا جزيلا دكتور حسين. شكرا دكتور حسين تشلبي. شكرا دكتور عامر. تفضل. شكرا. موضوع تريس تيست اند تريس انا ذكرته الحقيقه مريت عليه فيها، ولكن هو موضوع طبعا مهم، والحقيقه هاي فشلت به الحكومه البريطانيه ولا زالت تتحمل تبعات هذا الفشل بزياده الحالات، لان الناس طبت ودخلت والفحوصات كانت غير متوفره، الاختبارات بالكميات التي توفرت بها الان. ولكن الان الموضوع اختلف ايضا، هذا يدخل ضمن اجراءات الصحه العامه اللي اتفقنا عليها في البدايه للحد من انتشار فيروس الكوفيد 19 في البلد، التباعد الاجتماعي، الكمامات، النظافة، غسل اليدين، وإضافة إلى هذا طبعاً الدولة مسؤولة عن testing and tracing، الاختبار والمتابعة والعزل، ليس فقط trace وإنما تعزله إذا كان
مصاب بالمرض. الآن الحقيقة بالسلالة الجديدة البريطانية، وزير الصحة مات هانكوك يقول بأكسترا ميجرز، هو سماه إنهانسد تيست أند تريسينج سيستم. فإذا هذا موجود، الأكسجين طبعا ينزل إلى أقل من 93%، يصبح في حالة المو طبيعي، هذا طبعا راح ينزل أكثر إذا يصير ما دون 90. أنت بحاجة إلى أن تخابر طبيب العائلة وتبلغ المستشفى، لأن احتمال تكون أنت بحاجة إلى الأكسجين، والأكسجين إذا تكون حاجتك إلى في البداية بعد ما تطور الموضوع وما مشى الفيروس في داخل الرئتين، احتمال أن تحتاج إلى أكسجين السيباب، هذا الـ continuous positive airway pressure oxygen، مو الإنعاش. واليوم الحقيقة المجلة الطبية البريطانية نشرت مقال المليون دولار question، متى ندخل المريض إلى العناية المركزة؟ هذا سؤال خطير ومهم، ولكن تأتي مبكرا أحسن، النتيجة دائما أحسن في كل شيء. أنا أتفق وياك في هذا الموضوع. لماذا لا تعطي وزارة الصحة توزع الأجهزة هذه؟ يعني هذا الموضوع ما يريد يثيرون البانيك وسوء الاستعمال وسوء استخدام، ولكن أي واحد يشوفه مصاب أو تبدو عليه أعراض الكورونا يفضل أن هو يعلم الجي بي أو يشتري هذا الجهاز البسيط ويتشيك هو، يعني يخلي عين على موضوع الأكسجين في دمه. أما موضوع الحرارة ودرجة حرارة الجو ليست لها علاقة الحقيقة كثيرة يعني، ولكن نعرف احنا فيروسات الإنفلونزا الكورونا بالذات هي تحب الجو البارد. في الشتاء في بريطانيا يتوفى كل عام 7,000 إلى 8,000 إنسان بالإنفلونزا، هذا منذ سنوات حتى مع التلقيح. فهذا احنا احتمال ننتهي إلى هذه الحقيقة، أنه مع كوفيد 19 في المستقبل بدل ما يكون عندك 100,000 حالة وفاة خلال 10 أشهر، تأخذ 7,000 8,000 حالة وفاة، المجتمع يعيش مع هذه الحقيقة. تلاحظ، فإذا نعم يزيد الحالات بالشتاء 100%، وهذا موجود معروف في كل أنحاء العالم. هل اللقاحات في العراق؟ موضوع اللقاحات هي أصبحت تحت إشراف منظمة الصحة العالمية طبعا، وليس وزير الصحة بالذات، ولكن الموضوع معقد، موضوع الصحة في العراق والمستشفيات والأدوية، ويحتاج ندوة خاصة هذه. نعم، شكرا جزيلا. عندنا تعليق من دكتور مالك حمزة على موضوع الصحة العراقية، يذكر ما أعرف هذا الرقم يعني معلومات منين، أنه خصصت الحكومة العراقية مبلغ 100 مليون دولار لشراء اللقاحات. شكرا دكتور مالك. وعندنا ست عفاف دراجي تسأل، هل فعلا من يرفض التلقيح يمثل خطر على غيره؟ نعم، من يرفض التلقيح يمثل خطر على غيره، يعني احنا نقول قد هو يعرض نفسه، ولا انه هو خطر على نفسه لانه يرفض ان ياخذ المناعه ضد هذا الوحش، ضد هذا الفيروس الكوفيد 19، وبالتالي قد يكون هو مصدر لنقل الفيروس الى اخيه الانسان. يعني ايضا هو يؤذي نفسه وقد يؤذي الاخر بطريق غير مباشر، لان يكون مصدر لنقل الفيروس إلى شخص آخر، وقد يكون هذا الشخص الآخر من أبناء عائلته، والأمر عندكم. نعم، سؤال أخير من ما أعرف أحد الضيوف لأنه طالع عندي بس التليفون أو إذا تسمع أستاذ صادق ويانا. العفو دكتور تحسين، لحظة واحدة. يقول أحد الضيوف يطلب ذكر الجهاز التنفس. نعم، تذكره مرة أخرى، ما أعرف يقصد جهاز التنفس السيباب لو جهاز قياس الأكسجين. هذا اللي جهاز قياس الأكسجين هو بلس أوكسيميتر، أي صيدلي بالعراق موجود بالعراق أيضا. البلس أوكسيميتر اللي هو جهاز بسيط، هذا اللي يقيس الأكسجين اللي على أصبعك، على إبهامك، على أصابع اليد، ويعطيك النبض ويعطيك نسبة الأكسجين في الدم. نعم، نأخذ ست أنعام صار لها فترة لأنه رافع إيدها رغم أنه سألت، وبعدين نختم ويا دكتور تحسين. فضلي ست أنعام. نعم، شكرا. سوري سألت هواي أسئلة. عندي ثلاث أسئلة ذكرتهم.
اللي يصير بي كوفيد يعني بداية يطلع له بوزيتيف، هل صحيح انه الغرغره والاستنشاق السيلان يساعد على انه دايلوت الفيروس ويقلل من احتمال يعني انتقاله يصير نيومونيا وهذه الشغلات؟ السؤال الثاني اللي احنا عندنا اولاد يعني اعمارهم شباب من 18 وعشرينات، نعم، اللي هم بالكاتيجوري الاخير بالفاكسين، بس نعم. اذا احنا وصلنا الى 50 او 60% فراح نوصل يعني تقريبا الى المناعه، فهم بذاك الوقت يحتاجون ياخذون اللقاح؟ نعم. والسؤال الثالث هو الاكل، يعني احنا بعدنا نعقم الاشياء اللي نشتريها من السوبر ماركت والشغلات هذه، هاكو ايفيدنس انه يعني المفروض نستمر؟ والاكل الدليفري مثلا اولادنا بعدهم يسوون دليفري مال فود، فشنو احتماليه انتقال المرض عن طريق الاكل؟ أوكي. يعني شكرا. أوكي. نعم. شكرا. واضح. شكرا جزيلا. تفضل دكتور. نعم شكرا. الغرغرة والاستنشاق والبخاخات، والحقيقة لم ينشر أي بحث حول هذا الموضوع، يعني احنا من تحدثنا عن الدكساميثازون عن اللقاح، هذه موجودة أدلة في peers reviewed journals، في مجلات علمية عالمية، لا يوجد لحد الآن مثل هذه البحوث مع الأسف يعني، ولكن هي موجودة يعني نقراها يوميا، موجودة في الصحافة، anecdotal evidence، قصص من الناس ونسمع حكايات ولكن ليست بحوث. الأولاد بين أعمار 18 إلى 20 سنة إذا لقحوا الناس ووصلنا إلى 50% 60% 30 مليون مثلا في بريطانيا أكثر من 50 سنة عمرا يلقحون، هل يلقح الشباب؟ نعم يلقح الشباب، لأنه أيضا هم يبنون مناعة في داخل أجسامهم للكوفيد 19، وهذا يعني فشيء أيضا مهم ضمن مجموعتهم العمرية إذا وصلهم اللقاح. الأكل معقم، دائما التعقيم الأكل هو مهم جدا، الدليفري، الحفاظ على نظافة المكان والطعام، هذا مهم جدا أيضا وجزء من الرعاية الصحية العامة للتخلص من الأمراض المختلفة وليس فقط الكوفيد 19. نعم. شكرا جزيلا. ودكتور تحسين ومع يكون ختامها مسك. شكرا جزيلا. أنا بس سؤالي للدكتور عامر حول الأكسجين بالذات، يعني أنا يوميا أقيس حقيقة نسبة الأكسجين بالأكسيبيتر، يعني هل بالضرورة أن يكون نتيجة الفيروس انخفاض الأكسجين؟ يعني أنا عادة أستعمل الأوتو، يعني هذا ألبس الكمامة وأستعمله حتى يرفع عندي نسبة الأكسجين نتيجة التدخين. نعم. رغم أنه أنا مصاب يعني بأمراض مزمنة كثيرة، فهل هو ضروري جدا أن يكون يعني السبب هو فقط الفيروس أو يعني أو نسبة الأكسجين؟ نعم أنا أجيب. نعم. شكرا جزيلا. شكرا. انخفاض الأكسجين في الدم هناك أسباب كثيرة، طبعا احنا عندنا أمراض الجهاز التنفسي المزمنة COPD Chronic Obstructive Pulmonary Diseases، هذه أيضا تسبب الربو، قد يسبب إذا عندك حالة النوبة الربو القصبي الحادة قد تسبب. هناك أحيانا، وهذا جزء من عوامل الخطورة التي تؤهل الشخص الإصابة بالكوفيد 19، موضوع ضيق التنفس أو توقف التنفس أثناء النوم، هذا موضوع البيكوكيان سيندروم أو كرونيك أوبستركتيف إير سليب أبنيا سيندروم، يتوقف التنفس أثناء النوم لمدة ثواني، يعني أيضا هذه تخفض الأكسجين في الدم. على كل حال هناك الكثير من الحالات التي تؤدي إلى انخفاض الأكسجين في الدم، ولكن هذا كله بحاجة إلى علاج طبعا، يعني لا يمكن أن يكون مستوى الأكسجين أقل من 90 والإنسان يكون طبيعي، فهناك يجب معالجة السبب، هذا عرض لمرض فليجب العلاج لمثل هذه الحالات. فهناك أسباب أخرى غير الكوفيد 19، ولكن إذا أكو شخص موجودة عند الحمى والسعال، إذا هناك احتمالية إصابته بالكوفيد 19 عندما يقيس الأكسجين ويشوفه قليل، هذه 90% حالة كوفيد. يعني دكتور أنا أستخدم هذا الأكسجين. نعم. هذا يعني حتى أزيد النسبة. 2 لتر. أستمر وياه يعني. تستمر. نعم. نعم. عندنا طبعا شكر من دكتورة إيناس الدباغ من أوكسفورد UK، وكلمة أخيرة لنختم بها من الدكتور
عامر الصفار على هذه الأمسية المهمة والمليئة الحقيقة بالمعلومات. تفضل دكتور. شكرا، شكرا جزيلا. أنا والله أشكركم شكر جزيل، أشكر من حضر وأشكر الحوار الإنساني الأستاذ غانم جواد، أشكركم وأشكرك حضرتك صادق أستاذ صادق الطائي، وأتمنى أن ألتقيكم إن شاء الله في مناسبة قريبة مقبلة بعد أن نكون قد سيطرنا على هذا الوباء، هذا الذي أتمنى إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا جزيلا. الحقيقة إحنا كان ضمن يعني ما وضعناه من أماسي، يعني خطط الأماسي في بداية العام الماضي في بداية 2020 كنا موعودين من الدكتور عامر هاشم صفار عن أمسية عن الأخوين بحراني قامتين عراقيتين في الطب وفي المشهد الطبي العراقي، وتأجلت الأمسية نتيجة تأجيل الأماسي اللي يعني تحولنا على الزوم، فإحنا بعدنا لحد الآن ننتظر تحسن هذه الوضع ونعود إلى أماسينا الطبيعية، يعني مو على الفضاء الافتراضي. نهاية هذه الأمسية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عامر هاشم صفار، وطبعا شكر موصول لحضراتكم على متابعتكم، ونفس الشيء نقول بإمكانكم متابعتنا على متابعة أماسينا على صفحتنا على الفيسبوك لأنه تنشر بشكل مباشر، وممكن أن تقرأوا مواضيع أماسينا في الويب سايت الخاص بالمؤسسة، واللي تفوت هذه الأماسي أو يريد يشاهد أماسي سابقة فبإمكانه أن يذهب إلى قناة المؤسسة على اليوتيوب، مؤسسة الحوار الإنساني بلندن. نتمنى لكم أن تكونوا بصحة وأن تنجلي هذه الغمة عن الإنسانية وعن أمتنا العربية والإسلامية والعراقيين في كل مكان. ابقوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.